شكرا سيدة النائبة. جواب سيد الوزير. شكرا سيدة النائبة المحترمة. كيف تتعرفوا بلادنا كانت عندها استراتيجية عشرية خلال الفترة الأولى ديال 2004-2013، واللي مكنتنا من التحكم في المنحة التصاعدي اللي كانت تتعرفوا المؤشرات ديال حوادث السير بلادنا، وذلك راجع للمجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين في هذا المجال، ومرتبطة بموضوع السلامة، من تشريع جديد، مراقبة، توعية، فضلا عن تحسين البنية التحتية. بعد تقييم هذه النتائج الهامة، كان تم إعداد ديال استراتيجية جديدة للعشرية 2017-2026، الهدف ديالها جد طموح هو التقليص ديال عدد الوفيات بنسبة 50% مقارنة مع السنة المرجعية ديال 2015، وكانت ارتكزت على 5 رهانات استراتيجية، هما الراجلين والدراجات النارية والحوادث اللي تتهم غير مركبة واحدة والأطفال اللي عمرهم أقل من 14 سنة والنقل المهني. في اليوم اللي تنشوفوا فين وصلنا، رغم تحسين المؤشرات الخاصة بجل الفئات ويعني تحسن طفيف بلاصة 25%، نقدروا نقولوا ان احنا وصلنا اليوم تقريبا ما بين 7 و10%، الا انه تنسجلوا واحد الارتفاع مقلق لعدد الضحايا ديال الدراجات الناريه خلال 3 سنوات الاخيره. في هذا الاطار الوزاره تلقت مبادرات تجاه هذه الفئه تحت شعار الدرجه الامنه باش نجربوا نحدوا من هذه الافه. اما من جهه اخرى وباش نعطيو ديناميه جديده للعمل ديال اللجان الجهويه للسلامه الطرقيه، طلبنا من الرؤساء ديالها وهما السادة الولاة باش يعاونونا ويقوموا بتنزيل استراتيجية على المستوى الجهوي ويوضعوا برامج عمل تتراعي الخصوصيات المحلية، ونآمنوا بأنها غادي تساهم في تحسين الأداء في هذا المجال. وأخيرا تتعمل الوزارة حاليا على تقييم الفترة الممتدة ما بين 2017-2023 باش نعدوا خطة جديدة فوق 2030، وذلك وفقا لأهداف خطة العمل العالمية من أجل السلامة الطرقية. شكرا.